بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. النتيجة بتاعت السيشن اللي فات إن إحنا خلينا الستيكي بتاعتي تظهر أو ربطتها بمكان معين بحيث إنها في الرينج ده تبقى ستيكي، بعد منه تسلم للكونتنت بتاع الصفحة بتاعي والمحتوى يكمل بتاعي والستيكي يبقى كده خلصت. أنا حطيت لها زي إيه؟ زي ليميتيشن، نقطة نهاية يا جماعة. تمام، أو نقطة بداية ونقطة نهاية. السيشن ده انا راح نتكلم عن ايه، عن اني هحاول استخدم اتنين بوزيشن، يعني اعمل لها سبيسيفيك بداية من فوق ونهاية معينة من تحت. طيب الكلام ده يحصل ازاي؟ الكلام ده يحصل في الخاصية داتا انكور. داتا انكور هضيف عليها داتا توب انكور، خاصية الاتريبيوت داتا توب انكور. كده انت بتحدد البداية، والبداية اللي هي بتكون عبارة عن الكلاس الاي دي اللي اسمه ستيكي. متفقين؟ جميل. هتاخد نفس السيناريو ده بكوبي، وحضرتك عرفت طبعا هتعمل ايه، هتغير توب علشان تبقى بوتوم بس الاختصار بتاعتها بي تي ام، وهتحدد هنا الاي دي اللي راح تقف عنده الستيكي دي. طيب حضرتك عايز توقفها فين؟ براحتك. انا عايز اوقفها عند مثلا العنصر ده، اروح مديله اي دي معين وهقول له ولنفرض ده الاي دي اللي اسمه اند، هيجي عند الداتا بوتوم انكور اكتب اسم الاي دي اللي انا عايزها تقف عنده واعمل كنترول اس واجي اعمل ريفرش، الاقي انها بتبتدي من اول الصفحه وبنزل لغايه لما توصل للكلاس بتاعي بتوقف، وهنا في مسافه من الفراغ ما بين وما بين المسافه من الفراغ اللي فيها عدد الباراجراف ده وده وده وده، لو عديتهم هتلاقيهم هم بالفعل اللي باراجراف 2 3 4 باراجرافات، وعند اول باراجراف راح يظهر لك الاستيكي بتاعك. ديت تو دايمنشنز ستيك، او انت بتحاول تحذيها من فوق داتا توب انكور ومن تحت داتا بوتوم انكور. على ما اظن الناس استكشفت كده السيشن الجاي راح يتكلم عن ايه. السيشن الجاي راح يحذيها بس من تحت يا جماعه، زي ما اتكلمنا في السيشن اللي فات عن ان انا بحاول احذيها بس من فوق، السيشن الجاي راح نتكلم عن ان حذيها بس من تحت. ده نتيجه ان احنا ادي كده اتكلمنا او مرينا بالثلاث مراحل المختلفه لمحاذاه الاستيكي بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.